مساء الخير عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا في العنوان غادي ندير معكم كيكه بدون فور. غادي نحضروا المقادير وطريقه التحضير. عندنا بيضه واحده، وعندنا نص كاس من السكر، كنخلطوا الخليط مزيان. نخلطوا مزيان البيض مع السكر، وكنضيفوا السكر فانيلا. وعندنا هنايا نص كاس من الزيت، كنخلطوا المكونات مزيان. نضيف كاس الحليب، هنايا ما كنخلطوش مزيان، وغادي ندير الدقيق. غادي نقول لكم شحال كندير بالمعلقة وصافي. وكنخلطو مزيان الخليط، كنزيد الدقيق عاوتاني وكنخلط. وكنضيف عليه الرز، كنضيف معلقه صغيره صافي. وكنخلط المكونات مزيان. راني درت 10 نتاع معلقة نتاع الدقيق. هذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي. سنخلطوه مزيان، سوجي هاك. ودابا كنهزو المقلاة ديالنا، كندهنوها بشويه نتاع الزبدة، بعد ما درتو الزبدة للمقلاة ديالنا كنرشو من الدقيق باش ما غاديش يلصقنا كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا كنضيفو عليه الخليط، كنغطيو بشي حاجه من الفوق. اللي غادي نديروه يطيب خصنا نديرو البوطه مهيله ماشي مجاده. درتها على النار مهيله وكنديروا عليها الغطايه من الفوق. ودابا بعد ما طابت لينا من التحت غادي نقلبوها على الجهه اخرى، وملي كنقلبوها كنخليوها غير هكا وصافي، ما كنديروش عليها الغطاء.
كيف ما كتشوفوا البنات غادي تزينوه باي حاجه على حسب الرغبه. انا عندي هنايا كوفيتير، الا بغيتي ديروا فيه الشكلاط ديروا ماشي مشكل، كيبقى الاختيار ديالكم. كيف ما كتشوفوا اخوتي هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى يعجب لكم. ما تنسوش تشجعوني وديروا لايك وتهلاو فراسكم بزاف.